على طريقة أبو غالب بائع البليلة وصاحب الدسائس في مسلسل باب الحارة أو وريث عائلة المافيا الذي لا يعرف أحد حليفه من عدوه في فيلم العراب، ها هو سليل العائلة التي أقامت حكمها على مبدأ تحالف الأقليات يلعب على الوتر نفسه ويدس سمه في العسل المغشوش مجدداً. أما لماذا ميشيل مقبول وأحمد مرفوض رغم أنهم في الهوى سوا؟ فعند جهينة الخبر اليقين. ما قاله الأسد وما لم يقله موضوع نقاشنا في حلقة اليوم من هنا سوريا. يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. اعتقلت قوات النظام مجموعة من الطلاب في المدينة الجامعية بجامعة دمشق، وذلك إثر ملاسنات بين الشبيحة وما يسمى اتحاد الطلبة من جهة وطلاب السكن الجامعي من جهة أخرى. ويجند النظام عشرات الطلاب منذ بداية الثورة لينشطوا داخل أروقة الجامعات كعيون له وشبيحة إن اضطر الأمر. ولا يخفى أن اتحاد الطلبة هو نفسه الجهة التي تقوم بمساعدة النظام على تتبع واعتقال أي طالب يشتبه في معارضته للنظام على حد قول الطلاب. وقد سجلت حالات اعتقال عديدة ضمن المقر الرئيسي للاتحاد على أوتوستراد المزة بالعاصمة دمشق، حيث كان الطلاب المستهدفون يستدرجون إلى داخله تحت ذرائع مختلفة ويتم القبض عليهم. قال الناشطون إن قوات النظام في السويداء صادرت 700 رأس غنم من الأهالي، وأكدوا أن عناصر الأمن العسكري صادرت الأغنام من أهل عرمان بحجة محاولتهم تهريبها. وأضافوا أن قوات النظام باعت 500 رأس وسجلت 200 في الضبط الجمركي فقط. ولفت الناشطون إلى أن أغلب الذين اشتروا الأغنام هم أصحابها أنفسهم وبقيمة 19 ألف ليرة للرأس الواحد. وكانت وسائل إعلام مؤيدة نشرت خبرا قبل أسابيع قالت فيه إن الجهات المعنية قامت بتوزيع 80 رأسا من الماعز تكريما لأسر الشهداء والمفقودين في السويداء في حادثة أثارت جدلا وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. تعددت في الفترة الأخيرة حوادث القبض على عملاء للنظام مهمتهم القيام بإلقاء شرائح إلكترونية تستدل بها قوات النظام في قصفها على مواقع الثوار والناشطين والأحياء المحررة. يقول ناشطون إن اعتماد النظام على الشرائح الإلكترونية في تحديد المواقع واستهدافها يطابق أساليب الصهاينة الذين كانوا يستخدمون الخونة لنثر الشرائح الإلكترونية في قطاع غزة من أجل تصيد المقاومين في الكتائب المجاهدة. ما يؤكد من جديد أن هذين النظامين وجهان لعملة واحدة. أقدمت قوات النظام على اعتقال جميع الضباط والعسكريين الذين فروا من مطار منغ العسكري بعد تحريره على يد الثوار، وتمكنوا من الوصول إلى عفرين قبل العودة إلى اللاذقية، حيث أن الضباط والعسكريين يخضعون للتحقيق والتعذيب والإهانات في فرع التحقيق التابع للمخابرات الجوية تمهيدا لإحالتهم إلى محكمة عسكرية بتهمة فقدان أسلحتهم الفردية ولوازمهم العسكرية الشخصية الأخرى. وقالت مصادر إن السلطة تريد كبش فداء تغسل به هزائمها المتلاحقة، بينما يستمر جيش الأسد في خسارة منطقة تلو الأخرى والتي كان آخرها خسارته بلدة معلولة. خرجت مظاهرة لطلاب وطالبات مدارس أجيال الغد للاجئين السوريين في وادي خالد بلبنان للمطالبة برعاية الائتلاف الوطني لهذه المدارس التي تضم 750 طالب وطالبة بحاجة للكثير من المتطلبات التي لا يمكن لأهالي اللاجئين تقديمها لأبنائهم. فاللاجئون السوريون في لبنان يعانون هاجس تأمين العلمي لأولادهم، خاصة في ظل نقص الموارد المادية التي أدت إلى عزوف كثير من الأطفال عن الدراسة وانتقالهم إلى سوق العمل لتأمين حاجيات أهلهم. ينضم إلينا جلال الدين خانجي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والتعليم العالي من تركيا عبر الهاتف. أهلا وسهلا فيك سيد خانجي. يعني منذ فترة سمعنا عن أنه في لجنة ستتابع أمور اللاجئين تحديدا في لبنان وخاصة عقب الفترة الأخيرة، ماذا عن أوضاع الطلاب وتأمين احتياجاتهم هناك؟ نحن في الفترة الأخيرة بعد إنشاء الهيئة الوطنية للتربية والتعليم العالي طبعا أجرينا امتحانات للبكالوريا أو للثانوية العامة، وكان لبنان من الدول التي اعتنينا
بإجراء الامتحانات لطلابها. طبعا طلاب الموجودين في لبنان حاليا أصلهم من محافظة حمص أو من بعض المحافظات السورية، وبالتالي حرصنا على إنشاء هذه ما يسمى الامتحانات، وطبعا أصدرنا النتائج. فهناك كان بعض الإشكالات فيما يتعلق بالنتائج حللناها، وشكلت لجان لما يسمى حسم موضوع النجاح. الآن فيما يتعلق بالعام الجديد، العام الجديد طبعا لنا خطط واسعة في استئناف التعليم سواء كان في مناطق المحررة في سوريا أو في دول الجوار، هي تركيا ولبنان. طيب إذا عم نحكي هلا عن لبنان تحديدا أستاذ خانجي، مدرسة أجيال الغد اللاجئين، هل هي بداية من يعني برعاية الائتلاف، هل هي من تمويل الائتلاف؟ فيما يتعلق في لبنان بالذات، نحن الائتلاف ليس لنا مخصصات محددة للتعليم. المخصصات الموجودة حال الائتلاف أو اللجنة الوطنية للتربية والتعليم مخصصات ومنخفضة جدا، ولا تسمح لنا باستئناف أو بإقلاع العام الدراسي، لأن نحن بصدد ترتيب مؤتمر عالمي لدعم استئناف الحياة التعليمية في سوريا ودول الجوار. الآن كما قلت في الفترة الراهنة في صدد التحديد لهذا المؤتمر، وليس لدينا في الائتلاف، وتعرفين أن الائتلاف النتيجة حاليا الدول الداعمة له قليلة، الوعود التي وعدناها كلها أصبحت يعني مدمولة في الهواء، وليس بين أيدينا ما يعيننا على فعل إقلاع الحياة التعليمية في أي منطقة سواء كان في لبنان أو في سواه. من حسن حظ الإخوة في لبنان، عن الإخوة السوريين في لبنان، في جهات داعمة مستقلة عمل تقوم بتمويل أو بما يسمى تأهيل بعض المدارس، ومشكورين الإخوة طبعا من جهات داعمة مختلفة، ونحن نستطيع. طيب يعني حتى الآن لا يوجد للائتلاف ما يستطيع فعله بهذا الشأن في لبنان تحديدا. تمام. متى يعني يمكن أن يكون لديكم ذراع بهذا الموضوع في لبنان تستطيعون يعني مساعدة الطلاب؟ هذا الذراع سوف يأتي من خلال ما يسمى الحكومة المؤقتة، التي تعرفون يعني مثل ما بيقولوا حددت وزراؤها منذ فترة أقل من شهر. طبعا وزارة التربية والتعليم سوف تعنى بالطلاب السوريين موجودين في كل مناطق الجوار. وأيضا ما يسمى الحكومة المؤقتة عمل تسعى لتأمين تمويل مناسب لإقلاع نشاطاتها المختلفة في الوزارات المختلفة. أيضا كما هو معروف إلى الآن لم يأتي للحكومة المؤقتة ما يدعمها، وهي تبحث يمينا ويسارا وشمالا وجنوبا في دعم ما يسمى نشاطاتها. إلى الآن الاعتراف لم يأتي من ما وعدت الحكومة المؤقتة، لم يأتيها من تقول ملموسا. نتمنى أن يكون هناك حل يعني سريع لهذا الموضوع. جلال الدين خانجي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتربية والتعليم العالي عبر الهاتف من تركيا، شكرا لك. افتتحت السلطات التركية في مدينة غازي عنتاب مدرسة جديدة للطلبة السوريين تتسع لأكثر من 1000 طالب، وتم إنشاء مدرسة غازي عنتاب الكبرى للطلبة السوريين خلال مدة زمنية لم تتجاوز 15 يوم، وذلك رغبة من بلدية المدينة بالمساعدة على استيعاب أكبر عدد من الطلاب السوريين النازحين. وتعتبر مدينة غازي عنتاب أكبر مناطق اللاجئين السوريين خارج المخيمات، تشير الأرقام التقريبية إلى وجود أكثر من نصف مليون سوري فيها. إذن تصريحات بشار الأسد للوفد الأردني كيف يمكن قراءتها وفهمها؟ نتابع هذا التقرير ونعود للنقاش. لو كان البديل عني ميشيل كيلو لاختلف الأمر ولقبلت، أما الجربة فلا. هذا ما قاله بشار الأسد لوفد موال له من نقابة المحامين الأردنيين، التقاهم في دمشق، وذلك عندما سألوه عن رأيه بالجربة كبديل عنه. هذه البالونات الاختبارية التي اعتاد النظام على إطلاقها كل حين ومين ليست عشوائية، فاختياره كيلو ورفض الجربة هو خدعة سياسية قديمة لرفع أسهم شخص مقابل الآخر ونسفه أمام مناصره الذين سيعادون تلقائيا من قال عنه عدوهم إنه شخص جيد. ولكن إذا كان الاثنان ميشيل والجربة كما يقول عارفون يلعبان على نفس الموجة، فربما يكون الهدف الأساسي من هذه التصريحات هو زيادة الفجوة بين المعارضة والثوار وزعزعة الثقة فيما بينهم، خاصة أنه لم يكتفي بهذا بل زاد عليه أن لديه من المعارضة والثوار والمقاتلين من يعمل متخفيا لصالحه.
وهو ما قد ينعكس سلبا على الأداء العام. فبالنسبة للمعارضة السياسية قد يعمل هذا الحديث على توسيع رقعة الخلافات فيما بينها والموجودة مسبقا، ويعمل على تكريس ثقافة الشك في الآخر والتخوين. والمسألة عند بشار لا تقف عند المعارضة السياسية، فقد ادعى أنه يمتلك حتى وسط الثوار من يقاتل معه ولمصلحته. الظنون هنا ستتجه حتما إلى قوات الحماية الشعبية الكردية، فيما سيقول آخرون إنه يقصد داعش، ولكن البقية ستقول بكل بساطة إنه يكذب، فحتى جيشه العقائدي تحول أشلاء بعد الانشقاقات المتتالية، وإلا لماذا يحتاج إلى ميليشيا أبو الفضل العباس وحزب الله وكل شيعي يهب أو يدب؟ أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي ماهر شرف الدين كاتب وصحفي من واشنطن عبر سكايب، وضيفي هادي البحرة عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبر الأقمار الصناعية من جدة، وضيفي خبيب عمار ناشط إعلامي من دمشق عبر سكايب. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ بداية معك أستاذ شرف الدين، يعني لم يعتد بشار الأسد ولا حتى النظام على الاعتراف وذكر أسماء معارضين بعينهم، لأنه كان دائما يعتبر بأنه لا يوجد معارضين وإنما هي مؤامرة. لماذا برأيك قام الآن بذكر اسمين من أسماء المعارضة بشكل واضح وصريح؟ يعني سياسيا يمكن القول أو يمكن قراءة كلام بشار الأسد من خلال نقطتين اثنتين. النقطة الأولى هي أن هذا الكلام يثبت صحة ما كان يقوله البعض وأنا منهم، عن أن الروس والأمريكان متفقون على منع بشار الأسد من الترشح لولاية جديدة. لذلك فبشار الأسد يريد تمرير مسألة عدم ترشحه عن طريق المزاح، يعني بده يمرق المسألة بمزحة، بده يخبر جمهوره أنه مش مترشح ولكن عن طريق مزحة. يعني صحيح هو عم يمزح ويقول أنه يفضل أن يخلفه في الرئاسة يعني ميشيل كيلو أو أحمد الجربة، وليس أحمد الجربة عفوا، لكنه بالمحصل شو عم بيقول؟ عم يعترف انه هناك من سيخلفه في الرئاسه وانه لن يترشح مجددا. هذا بالنسبه للنقطه الاولى. اما النقطه الثانيه هي انه لما يوضع بشار الاسد ميشيل كيلو مقابل احمد الجربة، فهالشيء يعني بيجي بسياق الخطاب الباطني للاعلام السوري، هذا الخطاب الذي يدعي انه علماني وانه مدني وحامي للاقليات. لكن أنا طيب بس يعني قبل ما ننتقل لنقطة موضوع الأقليات تحديدا، ذكرت بأنه هو تمهيد لموضوع عدم ترشحه، ولكن هناك من يرى أيضا بأنه هذا الموضوع ربما يكون تمهيد لمواليه لمؤيديه بأنه هو يعني مستعد للجلوس بطاولة على طاولة جنيف مع هؤلاء، مع أناس يعتبرهم معارضين. نعم يمكن أن تقرأ ذلك، ولكن أنا بصراحة أقرأها كرسالة إلى مؤيديه وإلى جمهوره بأنه هو لن يترشح في لولاية ثانية، وأنه بدأ طرح فعليا أسماء مختلفة عن حتى طيب. وخذ على سبيل المزاح. اسمح لي أنتقل بهالفكرة للأستاذ البحرة. أستاذ البحرة، هل فعلا ترى بأنه الهدف الآن من طرح أسماء لمعارضين بشكل علني بهذا الشكل هو بأنه تمهيد لعدم ترشحه مرة أخرى للرئاسة؟ هل فعلا هو عم يفكر بهالطريقة؟ بالتأكيد أولا أنه هو تمهيد إعلامي أن الموضوع مطروح على في سياق البحث سواء في جنيف أو في تفضل عم بسمعك. طيب عفوا، الموضوع أكيد هو تمهيد إعلامي بأن موضوع عدم ترشحه في الانتخابات القادمة هو قابل للبحث على طاولة المفاوضات في جنيف وفي المستقبل. لكن علينا أن ننتبه أيضا أنه يحاول أن يصيغ الصراع السوري والثورة السورية على أنها هي عبارة عن صراع على السلطة بين أشخاص محددين، بينما هي ثورة شعب كامل ثار من أجل تحقيق الديمقراطية ومن أجل تمكينه من استرداد حقوقه الدستورية المسلوبة. ثالثا علينا أن لا ننسى أن النظام الداخلي للائتلاف ينص وبكل صراحة أن أعضاء الائتلاف لا يمكن أن يكونوا جزءا من أي هيئة حكم انتقالية أو حكومة انتقالية، وأن الائتلاف لا يسعى للاستيلاء على السلطة أو السيطرة على السلطة، وإنما هو الممثل الشرعي للشعب السوري أثناء الثورة وفي المرحلة الانتقالية.
لتمكينه من إجراء خلق أجواء مناسبة لإجراء أول انتخابات حرة ونزيهة كي ينتخب الشعب جمعيته التأسيسية التي ستعيد صياغة الدستور وتستفتي الشعب عليه، ومن ثم يتم انتخاب أول برلمان ديمقراطي، وبعدها يعد الائتلاف منحلا نظاما وفق نظامه الرئيسي. طيب يعني هون أستاذ البحرة، موضوع اختيار تفضيل ميشيل كيلو على الجربة، على الرغم من أنه اثنين يعني بينتموا، يعتبروا أولا من معارضة الخارج، وأيضا اثنيناتهم بينتموا لتيار واحد، تيار ديمقراطي، ليش يعني لعب على هذا الوتر؟ شو الغاية من تفضيل ميشيل على الجربة؟ تصريحه هو خارج السياق، لأن لا السيد ميشيل كيلو ولا السيد الجربة يمكنهما أن يكونا جزءا من هيئة الحكم الانتقالية أو أي حكومة انتقالية تنشأ بعد ذلك، فبالتالي هو خارج السياق الموضوعي. وإن كان دس السم والفرقة بينهما هو الهدف فهو لن ينجح، فكلاهما ينتميان إلى نفس الكتلة الديمقراطية ويتشاركان في نفس الأهداف، ولا أظن أن أي منهما هما يسعيان لأخذ السلطة أو التصدر المشهد السياسي في المرحلة الانتقالية. نعم. طيب انتقل لخبيب عمار، ناشط إعلامي من دمشق. خبيب، أكيد في إلك يعني خلطة كبيرة مع الثوار على الأرض، وبتعرف ممكن توجهاتهم وآرائهم بهذا الموضوع. يقال بأنه في لعبة سياسية كانت دائما تستخدم، وهي أنه عندما يريد أي طرف بأنه يرفع من أسهم شخص معين هو يريده فعلا، فهو يذمه بالنسبة للطرف الآخر، فبالتالي ممكن يكون برأيك هذا الوضع أنه هن بشار يعني يميل إلى الجربة أكثر من ميشيل، لذلك توجه إلى ذم الجربة ومدح ميشيل لتسقط أسهمه أمام الثوار؟ بالفعل والله، اذا ما تكلمنا عن موضوع السيد ميشيل كيلو، ميشيل كيلو هو يعني استاذ في المعارضه لنقل الصحة التعبير، هو معارض معروف، هو سجن في سجون النظام لسنوات طويله، مثله كمثل رياض التروك، مثله كمثل جور صبرا، عارف دليلة، هذه الاسماء التي كانت هي قبل الثوره السوريه التي انطلقت في 15 من آذار، يعني هذه الاسماء كانت جميعها معروفه للنظام السوري وهو يعرفها حق اليقين، فهو يعني يريد ان يصل يعني رساله لنقل ان صح التعبير الى يعني الى السوريين عامه الذين يعني هم معارضون له لبشار الاسد تقريبا، يريد ان يقول يعني هذا الائتلاف الذي شكل مثلا من باحترام من احمد عاصي الجربة وهو رئيس هذا الائتلاف، وهم يعني يريدون بشكل او باخر الائتلاف الوطني يعني زج احمد الجربة في سلطه الحكم او تمهيد بتسليمه السلطه، يقول لهم انتم لستم وطنيون ولستم قوميون، لماذا لم تختاروا مثلا ميشيل كيلو المعارض المعروف الذي عرف بمعارضته مثلا للنظام منذ سنين طويله، ولماذا تختارون احمد عاصي الجربة الذي لم تعرفونه الا في ظل هذه الثوره، وهو لم ياتي يعني لم ينصب رئيسا للائتلاف برأي السوريين. طيب كلامك هذا صحيح، انت قلت فيه للاستاذ شرف الدين. نعم. اسمح لي يا خبيب، استاذ شرف الدين، هل ممكن تكون الرساله واضحه بهذا الشكل؟ بانه مثل ما ذكر خبيب بانه انتم ليش ما عم تهتموا بميشيل كيلو، هو معارض معروف، واحمد الجربة للعالم ما بتعرف عنه شيء، هل ممكن الرساله بهالبساطه هي منه؟ بالعكس، انا ارى العكس، انه بشار الاسد بده يحرق كرت ميشيل كيلو. يعني خلينا نحكي الامور كما هي الان. روسيا تقول انها وتصرح انها تريد رئيسا ينتمي الى الطائفه العلويه الكريمه لقياده المرحله الانتقاليه المقبله، هذا كل الناس تعرفه. هذا الطلب مرفوض من قبل الثوار ومن قبل المجتمع الدولي، او من قبل جزء كبير من المجتمع الدولي. لذلك بعد قليل ستستعمل روسيا المثل السوري الشهير الذي يقول تعالوا نقسم البيدر بالنص، فلا ناخذ رئيس علوي ولا ناخذ رئيس سني، خليه يكون رئيس مسيحي معتدل. ميشيل كيلو هو الذي تنطبق عليه كل هذه الصفات. لذلك رأيي الشخصي أنه بشار الأسد أراد أن يحرق ميشيل كيلو، لأن أي سوري ينفتحه بشار الأسد راح يحترق كرته. يعني هو أراد بشار الأسد أن يحرق أي بديل جدي له، وميشيل كيلو أحد يعني أحد. طيب إذا كان كذلك، لماذا يريد الجربة؟ إذا اتفقنا على هالمبدأ هذا بالنقاش،
لا هو لا يريد الجربة، هو يستهزئ به أصلا السياق العام وكل إعلام النظام منذ أن خرج الجربة إلى الضوء ومنذ أن أصبح رئيس الائتلاف هو السخرية منه، يعني حطمون الرجل حتى. طيب إذا كان يعني حضرتك عم تقول أستاذ شرف الدين بأنه بشار بده يحرق كارت ميشيل كيلو مشان هيك مدحه، لأنه أي عدو بيمدح شخص من الثورة فبالتالي بتسقط أسهمه، وهو ذم الجربة. نعم نعم بالطبع، أنا رأيي أنه ميشيل كيلو اليوم ممكن رح ينطرح كبديل جدي للوصول إلى حل وسط بين أنه رئيس علوي، لا ناخذ رئيس وسط اللي هو رئيس مسيحي معتدل ومدني وإلى آخره. فميشيل كيلو علاقاته مع كل الجهات هي علاقات جيدة، يعني حتى مع روسيا علاقاته جيدة، فهو مقبول من كل الأطراف، فبشار أسد أراد أن يحرق كارت ميشيل كيلو. نعم. طيب هون أستاذ البحرة، يعني إذا كان بشار فعلا يريد أن يحرق كارت ميشيل كيلو، وإذا كان يعني أنه عم يقترحه كبديل أنه في حال بده يتنازل عن السلطة فأنه ميشيل كيلو هو البديل الأنسب، لماذا الآن؟ ليش هلأ ميشيل كيلو حلي بعين بشار الأسد اللي كان ميشيل كيلو موجود بسوريا وطيلة فترة حكم الأسد الأب والابن؟ الشيء اللي كان عم يلاقيه كيلو منهم هو السجن. هلأ شو اللي تغير؟ هل تفكير بشار الأسد هو تغير ولا ميشيل كيلو هو اللي تغير؟ كما قلت أن طرح بشار الأسد لموضوع من سيخلفه هو خارج السياق الفعلي، وأن من سيخلفه هذا سيحدده الشعب بكامله وليس فقط الائتلاف. نحن نتكلم عن المرحلة الانتقالية فقط، وخلال المرحلة الانتقالية هلا نحن بدنا ناخذ كلامه ونحلله أستاذ البحرة، يعني نحن ما بدنا ناخذ أنه هو حكى حرفيا كلامه يخلفني كيلو أو الجربة، بدنا نقرأ ما بين السطور من وراء هذا الكلام، ليش هيك عم يحكي؟ ليش ذكر هالاسمين؟ الغاية الرئيسية أن يسلط الأضواء على الشخصيتين اللتان تنتميان إلى نفس الكتلة ضمن الائتلاف، ومحاولة لبث الخلاف بينهما، وهو هدف بعيد المنال ولا يمكن أن يحدث على أرض الواقع، لأنهما كلاهما ينتميان إلى نفس الكتلة ويتشاركان بالرؤية السياسية لسوريا المستقبل، وبالتالي محاولته ستبوء بالفشل ولا يمكن لها أن تنجح. نعم أستاذ خبيب، يعني طرح أيضا الحديث اللي دار عن أنه الأسد عنده حلفاء وحكى أنه بالمعارضة والائتلاف وأيضا على الأرض، برأيك يعني طرحه عن موضوع الحلفاء وتحديدا على الأرض من بين الفصائل المقاتلة، هل هالشي ممكن يكون صحيح؟ يعني بما في عن سرولا، يعني إذا ما تكلمنا عن حلفاء بشار الأسد في سواء في الائتلاف وفي المعارضة أو سواء كان في صفوف الجيش الحر هو موجود بالفعل، وهذا يجسد الحالة الطبيعية أو حالة الاختلاف التي تدور بين يعني بين تكوينات الائتلاف نفسه والخلافات العنيفة التي هي يعني لا تصب في صالح الشعب السوري. يعني هنالك نشاهد في الائتلاف الوطني تيارات تدعو الى صالح الشعب السوري وتيارات كبيره هي تخالف راي الشعب السوري ومصالح الشعب السوري، هذا ليس رايي، هذا اصبح يعني راي واضح للعيان، واضح للقاصي والداني وحتى يعني الانسان البسيط يعني مثلي ويعني مثلي في الشارع السوري بات يعرف ويدرك هذا الامر، بالاضافه الى وجود يعني اناس يعني نظام او يعني اناس النظام في قلب عناصر الجيش الحر او تكوينات الجيش الحر او هم من داعمين الجيش الحر، كما هو الحال بالنسبه لمحمد حمشي وقصته الشهيره مع الاليه والكتابه العسكريه العامله في العاصمه دمشق، يعني هذا الامر بات واضح للقاصي والداني. ولكن طرح الاستاذ ميشيل كيلو هو لا يفقد اسهمه، انا لا ادافع عن الاستاذ ميشيل كيلو، نحن لا نريد ان نزاود على احد، يعني قبل ان نفكر في هذه الثوره كان السيد ميشيل كيلو وانا احترمه وكنا له فائق الاحترام والتقدير، كان هو مناضل ومعروف، والنظام يحاول ان مثل ما قال السيد هو يحاول ان ينزل من اسهم السيد ميشيل كيلو. طيب. هو اعتقل فائق المير عندما دخل الى العاصمه دمشق قادما من الغوطه الشرقيه، وهو يحاول ان يكرر نفس السيناريو ولكن باسلوب اخر، هو لا يستطيع اعتقال ميشيل كيلو، هو يريد ان يسيء اليه او طيب استاذ شرف الدين، برأيك مين بيقصد النظام بكلامه عن موضوع حلفاء لإله موجودين بضمن المقاتلين من المعارضة؟ يعني هو محاولة صبيانية لدق السفين في الجيش الحر ولدق السفين في المعارضة،
يعني هو عم يقول عنده مقاتلين بالجيش الحر يعني عنده جواسيس، عم يقول عنده جواسيس بالائتلاف الوطني. هاي محاولة مكشوفة بايخة لإثارة البلبلة والشكوك ضمن صفوف الجيش الحر وضمن صفوف المعارضة. يعني شوفي الرئيس الصبياني وشوفي هذا المستوى الصبياني بالكلام. يعني أنت عندك جواسيس بالجيش الحر بالمعارضة، طيب يا أخي ما تفضعهم على القليلة، ما تفضعهم للجماعة، يعني خلي يكون عندك شوية مسؤولية تجاههم أحسن ما تروحهم. طيب هل هو فعلا كلام صبياني مثل ما عم تقول أستاذ شرف الدين، ولا في يعني محاولة لإخراج تحالف ما هو قائم أساسا لإخراجه رويدا رويدا إلى العلن؟ ألا يمكن أن يكون كذلك؟ يعني لا أعرف، ممكن قراءة الكلام بأكثر من وجه كما سبق. ذكرت حاليا أنه بشار الأسد بيقول أنه قبلان ميشيل كيلو. طيب الدستور الذي وضعه بشار الأسد قبل أشهر يمنع ميشيل كيلو من رئيس الجمهورية. ليش؟ لأنه مسيحي. يعني الدستور اللي وضعه بشار الأسد، وطبعا وضعه هو من باب النفاق والكذب، يقول بأن على الرئيس أن يكون مسلما. لذلك حتى مسألة مجيء ميشيل كيلو مش ضابطة معه، مش ضابطة وفق المقاييس التي وضعها بشار الأسد نفسه في الدستور الأخير. فيعني كلها كذب ودجل. نعم أستاذ البحرة، يعني موضوع اللعب على أنه في عنده حلفاء مقاتلين على الأرض، يعني أكيد النظام يعرف بأنه في عند الثوار في شكوك، في إشارات استفهام على جهات تقاتل على الأرض. دائما يقال بأنه أجنداتها والأسلوب الذي تستخدمه هو يضر الثورة ويخدم النظام بشكل أو بآخر. ويعني برأيك هذا الطرح بهذا الشكل، هل هو لزيادة الشرخ في هذا الموضوع أم أنه في هدف آخر، خاصة بتوجيه أصابع اتهام كثيرة إلى جهات عديدة بأنه هي أساسا تعمل متخفية إلى جانب النظام؟ بالتأكيد الهدف الأول من كلامه هو زرع أسفين بين الثوار ومحاولة إثارة الشكوك بين الكتائب بعضها البعض. كلنا نعلم، نعم يوجد بعض الكتائب التي تتصرف تصرفات وفق عقائد معينة تحاول فرضها على المجتمع السوري، وتعطي نواحيها العقائدية الأولوية على أهداف الثورة، وهذا شيء خاطئ وكلنا نعبر عنه ونرفضه. ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الكتائب هي بيد النظام أو عميلة للنظام، ولكنها تتصرف وفق ما تراه مناسبا وفق عقائدها وبما نراه نحن أنه لا يخدم أهداف الثورة العامة والمتمثلة بأولا بإسقاط النظام ومن ثم تمكين الشعب لتحديد نظام حكمه ودستوره. وبالتالي المحاولة هي كما قلت زرع أسفين بين الثوار وبعضهم البعض. ولعلي أقول أن عدد المتحالفين مع الثورة والمنشقين وهم على رأس عملهم ضمن نظام بشار الأسد يفوق بكثير عدد المتعاونين مع النظام ضد الثورة. أستاذ شرف الدين، يعني عادة مثل هالأمور هي تكون يعني معلومات سرية، لنفترض بأنه هو مقتنع بأنه في عنده حلفاء سواء بالائتلاف أو بالثوار أو بالمقاتلين، عادة هالأمور بتكون سرية لا تخرج إلى العلن، وقوله لها بهذا الشكل الآن هناك غاية، أكيد في غاية، ما الغاية برأيك منها؟ هو إثارة البلبل اليوم في صفوف المعارضة وإعلام المعارضة. نحن نعرف في نقاش جدي عن كثرة الاختراقات، يعني استشهد 5 إعلاميين منذ أيام إلى آخره. هل الحديث عن داعش، هل هو النظام مخترقة أم مش مخترقة، هل هي صنيعة النظام أم ليست صنيعة النظام؟ فأراد الأسد يعني هل ممكن فعلا تخلق بلبلة؟ لأنه من خلال ملاحظتنا لردود الفعل على هذا الكلام من خلال النشطاء ومواقع التواصل الاجتماعي أخذوا الكلام بنوع من السخرية، يعني اعتبروه كلام لا يمثل الواقع بصلة ومثل كلام بشار مثل العادة. طبعا هي مثل العادة، يعني أصلا يعني في مضحكات كثير كلام بشار. مثلا من مضحكات كلام بشار الأسد وما أكثر المضحكات فيه إنه بقول إنه الانشقاقات حصلت بسبب انقطاع الاتصالات، فلذلك اضطر الجنود يعني إنه يدعوا إنه انشقوا. طيب إذا الانشقاقات حصلت بسبب انقطاع الاتصالات فلازم تحاكم ابن خالتك رامي مخلوف، لازم تحاكم الحرامي تبع الاتصالات. يعني عم قدم لك حجه وطنيه لحتى تحاكم رامي مخلوف لانه تسبب بحصول الانشقاقات في جيشه.
نعم، بتشكرك ماهر شرف الدين، صحفي وكاتب من واشنطن عبر سكايب، واشكر هادي البحر عضو الهيئه السياسيه في الائتلاف الوطني السوري عبر الاقمار الصناعيه من جده، وضيفي خبيب عمار ناشط اعلامي من دمشق عبر سكايب. قام المتسلق السوري إبراهيم القاعي شاب ابن 30 عام بتسلق جبل كالاباتار في جبال الهيمالايا، والذي يبلغ ارتفاعه 5600 متر تقريبا عن سطح البحر، كأول سوري يصل لهذا الارتفاع. إبراهيم الشاب الحمصي قام برفع علم الثورة للفت نظر العالم للقضية السورية ولدعم مشاريع خيرية خاصة بتعليم أطفال سوريا، مؤكدا أن طموحه الوصول إلى قمة جبل إيفرست لرفع علم الثورة في أعلى منطقة في العالم. ينضم إلينا إبراهيم القاعي، مغامر ومتسلق جبال سوريا، عبر الهاتف من الكويت. أهلا وسهلا فيك إبراهيم. بداية يعني حدثنا عن هذه التجربة، هل وجدت صعوبة في هذا الموضوع؟ اول شيء بحب مسي عليك ست رولا وعلى الساده المشاهدين. اهلا وسهلا. وبدايه اسمحي لي اتشكرك على اتاحه هالفرصه هاللفت اللطيف. بالحقيقه انا واحد، اسمحي لي احكي لك من بدايه الموضوع. بالحقيقه انا واحد من كثير من الناس اللي يعني شايف شو عم يصير بالبلد وعم بتاسف لهذا الشيء اللي عم يصير، ومؤخرا قررت انه ما ضل قاعد مكتوف اليدين واقدم ولو شيء بسيط لوطننا الحبيب. فبلشت قصتي بصراحة من حوالي 4 شهور، أنا من زمان عندي حلم بتسلق جبل قمة إيفرست، هو أعلى جبل بالعالم، وعيني ترمق هذا اليوم الذي سيأتي وآخذ بنفسي صورة على قمتي من أعلى مكان بالعالم، ولكن ما كنت مفكر يعني إمتى وكيف وإمتى يعني كيف لازم ندخل هذا الحلم بحيز التنفيذ، يمكن لأنه ما كان في هدف واضح من وراء هذا الشيء. إلى أن جاءت الثورة، وما ومثل ما سبقت وقلتم وحابب أقدم شيء ولو بسيط، فربطت قصة تسلق الجبال والمغامرة بتقديم رسالة للعالم أجمع. صحوة هي الرسالة هي تعهد العالم والناس بكل العالم بقضيتنا السورية وبالحضارة السورية، وبأنه نحن شعب سوري عظيم، نحن شعب يرفض العنف، نحن شعب راقي، نحن شعب حضاري مثل باقي شعوب العالم اللي حابة تعيش بسلام. فهذا كان الهدف الأول. أما هل كان في وسائل إعلام يعني غربية وعربية تابعوا الموضوع وحكوا عنه؟ حقيقة يعني الإعلام اقتصر على الإعلام الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، وما تعدى هذا الشيء لأنه حديث يعني الموضوع. وأنا بصراحة لأنه كمان في عندي خطط تانية وفي عندي برنامج تاني بتسلق قمم تانية وقمم أعلى إن شاء الله. تم الحديث عن انه في مشاريع خيريه عم تحاول تحضر لدعم موضوع تعليم اطفال، في بلشت بشيء معين؟ نحن انا بضمن مجموعه من الناشطين يلي ولو يعني ولو بامكانيات بسيطه عم نحاول نقدم، والحمد لله يعني قدرنا نقدم ندعم هذا الشيء اللي هو مجال التعليم، لانه كثير يعني محتاجينه بهذا الوقت، وعم نشوف يعني شو اللي عم يصير ونقص التعليم وين اكثر شيء عم تشتغلوا؟ بسوريا ولا دول اللجوء؟ لا طبعا بسوريا. بداخل سوريا وحتى احيانا بالاماكن المحاصره وبالمدن المحاصره. والحمد لله على امكانياتنا البسيطه عم نحاول نقدم شيء وعم نلاقيها انه شغله كثير منيحه وشغله كثير حلوه. بتمنى لك التوفيق ابراهيم، وتحقق حلمك توصل على قمه جبل ايفرست وتحط علم سوريا هنيك. شكرا لك ابراهيم القاعي، مغامر ومتسلق جبال سوري من الكويت عبر الهاتف. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، ارجو ان تبقوا معنا. نحن بشار الاسد قتلنا، نهبنا فعلينا ان نعود باتجاه الخلف على الاقل قرن ونصف. We have been very clear to the Assad regime that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. A whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. يحتوي هذا الصاروخ على مواد كيماوية. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
how they were used, when they were used, who used them. A political solution, first of all. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waswar al-Ahram. تم في مدينة القامشلي عقد أول قران في مكتب الأحوال المدنية بالبلدية الشعبية. التوقيع على عقد القران تم من قبل رئيس البلدية للمدينة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. عقد أول قران زواج رسمي في مدينة القامشلي بين همرين شريف ورشو فارس، وذلك في مكتب الأحوال المدنية في بلدية الشعبية في المدينة، وبحضور أهالي العروسين وأعضاء البلدية وبعض وسائل الإعلام. للمرة الأولى يعقد عقد قران في بلدية قامشلو وهو بين همرين ورشو، ونأمل أن تصبح هذه الخطوة طريقا يحتذى به والباب مفتوح أمام الجميع. نشكر البلدية على هذه الخطوة، وأرجو من جميع العرسان القدوم إلى البلدية لتسجيل زواجهم. وبدأت مراسم عقد الحياة المشتركة بين العروسين في مكتب الأحوال المدنية التابعة للبلدية الشعبية في قامشلو. بعد الإعلان عن الإدارة المرحلية المؤقتة في غرب كردستان، هذه هي الخطوة الأولى لتسجيل عقد القران بين رشو فارس وهمرين شريف، ونحن بدورنا نبارك عقد القران هذا وننادي كافة الفتيان والفتيات ليسلكوا دربهم. اسم الأب فارس، اسم الأم سارة. أتقبل همرين زوجة لك في السراء والضراء ضمن الشروط المذكورة وكل الظروف طول العمر؟ وكون عقد القران هو الأول في المناطق الكردية وسوريا الذي يسجل في مكتب الأحوال المدنية التابعة للإدارة الذاتية المؤقتة التي طرحها حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي بيدي مؤخرا، اتخذ العروسان من الرئيسين المشتركين للبلدية الشعبية في قامشلو كشهود على عقد القران. اسمي سما بكتش، الرئيسة المشتركة لبلدية قامشلو. نقوم اليوم بخطوة جديدة في البلدية، وهي جعل عقود الزواج تابعة لبلدية المدينة، وهذا المشروع قديم لدينا، لكن الظروف الصعبة التي نمر بها أجلت الإعلان عن المشروع إلى غاية الآن، ونعلم أن هذا الأمر ساري حتى في أوروبا. تبدو هذه الخطوة الجديدة قد لاقت قبولا عند أهالي المنطقة، ولكن هل ستلقى بالإجماع قبولا ورضا في المناطق الأخرى أم ستكون حالة يتيمة؟ بسبب غياب الأمن في كثير من المناطق المحررة وخاصة مدينة حلب وريفها، قرر الجيش الحر مع عناصر شرطة منشقين عن النظام البدء بافتتاح الشرطة الثورية الحرة في مدينة مارع بريف حلب لفرض الأمن والأمان واستقبال الشكاوى بين الناس وتسيير المرور. المزيد في تقرير وسام الحلبي. في المناطق المحررة من سوريا يعاني السكان أحيانا من فراغ أمني يهدد أمن الناس، لذلك استجاب الجيش الحر لهذه المشكلة بتشكيل الشرطة الثورية الجديدة في المدن والمحافظات، وهنا مركز جديد لها في مدينة مارع. نحن بقسم الشرطة مارع الحرة منقوم بحماية أرواح وممتلكات وأعراض المواطنين اللي تابعين لناحية مارع سواء المدينة أو الريف. عم نقوم بحفظ الأمن من سير الدوريات في الأسواق في الأماكن المزدحمة، وفي عنا دوريات راجلة، العناصر مناوبة على مدار 24 ساعة بتلقى جميع الشكاوي.
بدأ الناس أصحاب الشكاوى والدعاوى القانونية بالتوافد إلى المركز مبدين كل ثقتهم بجهاز الأمن الجديد الذي رفع شعار حماية الناس والثورة لا سرقتهم وتهديد أمنهم. من شي 10 أيام سرقت سيارتي وجيت قدمت شكوى عند الشرطة الحرة في مدينة مارة، والحمد لله امبارح خبروني أنه سيارتي التقت. غير أنهم وكأي جهاز حديث الولادة في المناطق المحررة يحتاجون لكثير من الدعم التقني والمادي كالمعدات والسلاح وتأمين رواتب معاشية لعناصر الشرطة لاستكمال العمل بنجاح. مخفر شرطة مارة عم بيعاني من نقص في الآليات، نقص في الذخيرة، نقص في الرواتب، راتب شهر واحد من 9 أشهر. تتجه المناطق المحررة في سوريا لتنظيم نفسها تلقائيا، لتنظيم نفسها مدنيا، لأن ولادة مجتمع جديد وبقيم جديدة يحتاج لتنظيف العناصر المسيئة من هذا المجتمع. من مدينة مارة، وسام الحلبي، أورينت نيوز. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من هنا سوريا. يمكنكم دائما التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك برنامج هنا سوريا الظاهرة على الشاشة. نختم الحلقة بلقطة لليوم من برنامج بسمات وطن، حيث يبدو أن قصة الائتلاف قد أصبحت على كل لسان. إلى اللقاء. يا أخوان ويا أخوات، لازم ناخذ قرار حول المشاركة بمؤتمر جنيف 2 اليوم. ما بيجوز نبقى من دون قرار، يا منشارك يا ما منشارك. أنا برأيي إنه ما نشارك نهائيا بجنيف 2. أنا بقول إنه منشارك، لكن على شرط، لازم يستقيل بشار قبل المؤتمر. أنا بقول لازم نقضي على بشار ونرجع نحكي بجنيف 2. إيه والله مزبوط هالكلام 100%. لك غير بالسلاح ما فينا نشيله، إيه ما بيجوز نبقى مسالمين. مسالمين؟ ما بقي حجر على حجر بسوريا. قال مسالمين قال هالغبية. لا تقول عنا غبية يا أهبل. أنا أهبل يا مرعوشي بالفكر والجسد؟ قلت عنها مرعوش ولا؟ هاك قلت صفعته ولا؟ إيه خدي عم تصفعه ولا؟ يا حمار يا حمار روق انت جباد ولصوص. لك شو بكون بدي ضل حقن وعامل قاضي بيناتكن؟ اذا انا رحلت من السلطه مين بده يوفق بيناتكن؟ ها يلا تعوا قبلوني، تعوا قبلوني. يلا 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 قربي انت تنيها يلا قبلني.